أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة 23 من باور بلاي، بستضيف فيها مدرب نادي الصداقة كوتش حسين ديب للمرة الثانية بباور بلاي. أهلا وسهلا فيك كوتش. أهلا فيك مشاهدينا، رح استضيف أيضا بالقسم الثالث من حلقتنا لاعبي مدرسة الأنطونية غزير مفيد ديوب وجاكوف هاشم لنحكي عن فينال يو اس جي انتر سكولار يلي فازت فيها الأنطونية غزير. كوتش، عنا مواضيع عديدة رح نطرحها بالقسمين الأول والثاني، منها أكيد فوزكم بكأس لبنان، استعادتكم لللقب، مبروك على حساب الجيش يلي خسر اللقب لصالحكم، وأيضا رح نحكي عن المنتخب اللبناني، رح نحكي عن مشاركتك بالاي اف سي انستراكتنج اليت انستراكتنج كورس للمرة الثانية، كمان هيدا فخر للبنان، عم ترفع اسم لبنان على الصعيد التدريبي بالعالم، مثل ما أيضا على الصعيد التحكيمي كابتن محمد الشامي بيكون عم بيمثل لبنان. كمان رح نحكي عن بطولة السيدات يلي كتير قربت من نهايتها، أيضا دوري الشباب يلي أشرف على انطلاقه قريبا، وأيضا نفتح ونعود لنفتح موضوع بطولة الجامعات يلي يبدو أنه السنة مختلفة عن غيرها من النسخات. كوتش حسين، مبروك مرة جديدة، يعني خسارة البطولة عوضتوها بفوزكم بالكاس، كيف رضاك عن فريق الصداقة بالمجمل هالسنة؟ لك أول شيء ميرسي على المباركة. رضا هو رضا أكيد منيح، كان السنة أنا بالنسبة لي كان موسم شبه مثالي، يعني من أصل ثلاث ألقاب أخذنا لقبين، اللقب اللي كل العالم بتقوله هو الأغلى البطولة راح منا له أسبابه كثير، يعني فينا نرجع نفوت فيها وفينا كمان لأنه حكينا فيها كثير يمكن. نعم أكيد كنا بنتمنى نجمع ثلاث ألقاب، يعني كنا كل الشغل وهيك، بس اليوم الكلفة هي عالية كثير، الكلفة ما عم نحكي ماديا، هي الكلفة بلس ماديا، يعني الكلفة هي وضع اللاعبين، وضع الظروف اللي عاكست النادي بكل المحلات. الرضا لا، الحمد لله، يعني احنا حتى لما بنخسر مفروض نتقبلها ونتعلم من أغلاطنا، وهذا مش حكي شاعر، لأنه نحن بنقعد العالم اللي بيقعدوا دغري بأي محال قبل ما حدا يجي تاني يقيمهم، فالأكيد تعلمنا، شفنا وين بلشنا شغل لنحسن للموسم الجاي، وإن شاء الله تكون الصورة أكيد مغيرة عن اللي صار السنة. نعم، قبل ما نفوت على الأجواء الإيجابية عن فريق الصداقة، نشوف مشاهد من صداقة وجيش بالمباراة النهائية، يعني شو بتقول لمشجعين هذه الصداقة هيك على السريع، أسباب اللي أدت لفقدانكم لقب البطولة؟ لك الأسباب هي برجع بلك، يعني رؤوس أقلام، رؤوس أقلام هي أول شيء. اليوم نحن صار عندنا مشاكل، إذا بدك إصابات لاعبين كتير كبيرة، يعني القريب منا يمكن أكيد كان يعرف وما يعرف كل شيء، بس بقول لك يعني أكثر من 50 أو 60% من العواميد الفريق مثل ما بقوله، أما الأعمدة الرئيسية بالفريق كلاعبين كانوا out of shape بسبب الأسباب كتير صحية، من رجعتهم من المنتخب أثرت، هني صار عندهم إصابات، صار عندهم مرض، صار شيء أشياء غريبة صراحة السنة، يعني ما بعمري، يعني هذه يمكن سادس سنة أنا بالصدام أو خامس سنة، كان ما بعمري صاير معي هيك، يعني نقول الحمد لله، الحمد لله انتهت هيك. برجع بقول يعني نحن راضين، برجع بقول لك راضين لأنه إجباري نرضى، ما عندنا غير حل، بس منقول في عنا شغل لسنة جاي كتير. نعم، بتعطي كريدت لبنك أوف بيروت يلي فاز بالبطولة وكان غريم صعب لألكم السنة؟ يعني أنا أول ناس اللي رحت هنيتهم، أصلاً كنت هنيهم بعد كل ماتش، يعني أنا وخاصة أنا وزميلي فادي بسيل، هذا خط أحمر عندي الشاب، يعني فكريدت أنه برافو أكيد ربحوا لأنه نحن خسرنا. نعم، هيدي كمان يعني بانترفيو لإلي معك كمان سمعناها هيدي، انه انا بقول لك يعني انه برجع بقول لك نحن خسرنا البطوله، لانه اول شيء بطوله تنتهي بينالتيز ما نفال، في متوشه نحن ما مفترض بالمره نكون قريبين من الخساره،
نرجع نخسر. نعم. برافو عليهم ربحوا ألف مبروك يعني عاد. نعم. إذا بدنا نسألك كوتش، يعني يمكن المرة الأولى لألك بتكون مواجهة لبنانية أجنبية على صعيد التدريب، يعني مع بنك أوف بيروت في كوتش ديجان جيدوفيتش، هل كنت عم تتواجه يعني على أرض الملعب بأشياء مثلا جديدة ما كنت تتواجه معها قبل دخول كوتش ديجان على خط التدريب بلبنان؟ ليك يعني أنا احترامي له أكيد، يعني حتى لما اجى لعب معنا بوريس بغير شيء بالفريق، بغير شكل، بغير تحركات، بغير تصرفات، بغير منتاليتي عنده وعند بقيه اللاعبين. بس انا صراحه حسيت انه عم بتواجه مع لعيبه الصداقه بالملعب اكثر. طيب خلينا نفتح موضوع الكأس، بنشوف النتيجة على الشاشة، نتيجة الفينال يلي جمعت نادي الصداقة والجيش، فاز فيها أكيد فريق الصداقة مع كوتش حسين ديب، مباراة النهائية يلي كانت كلوز جيم. رح نشوف إذن نتيجة المباراة النهائية يلي انتهت لصالحكم بنتيجة 3-2. يعني السكور يمكن أكبر دليل على قد كانت المباراة حامية، يمكن مش رح توفقنا الرأي ما بعرف. لا ما هو أصلاً هذا ماتش، يعني ماتش الواحد حط عنده كل شيء، يعني قبله بالسيمي فاينل بالكوارتر فاينل كمان ما مرقنا بظروف أحسن، حتى مع الأيو أس تي أما معكم بيروت، لأنه هذا جيم بحط الواحد عنده كل شيء. هذا جيم كيس، يعني يا بفل يا بضل، وخاصة إذا عم تلعب فينال وجيش على أرضهم وجميع ما في قلبي كان بدون ملعب. فأنا برأيي لا، إنه وخاصة سنة الماضية كان يعني مرقنا بدرس يعني أكثر، مشان هيك ما خطرنا ولا نكون نطمح لأكثر جوال، لا ناخذ جوال ونربح وبس. نعم. بنشوف كمان السليبريشن تبع نادي الصداقة يلي أكيد احتفلوا على طريقتهم بعد المباراة، يعني فريق كبير من مثل فريق الصداقة اللي عنده برصيده العديد من الألقاب، من لكم مبروك مرة جديدة. يعني الجيش هالمرة يمكن احترمتوه كتير، السنة الماضية كنت عم تقول كوتش انه خطرته ببعض المطارح، يمكن باعتقاد البعض انه الصداقة لازم يفوت على أرض الملعب عم يلعب مع بطل الدرجة الثانية، لازم يكون عم بفوز بفارق كبير، كنت عم تنبشه على الأهداف. السنة يمكن اكتفيته بس بالفوز ولو بهدف واحد. هذا اللي كنت عم بقول لك، تعلمنا من السنة الماضية، لأنه السنة الماضية وصلنا لمطرح ربحانين فرق منيح، جانا تعادلنا، جانا رحنا الاكسترا تايم، تقدمنا ضيعنا جوال. فهي السنة لا، أنا عارفيني خاصة الجيش على مستوى كتير عالي، لياقة رهيبة عنده يعني. نعم. فبلاس الإصابات اللي كانت موجودة عندي، يعني برجع بقول لك إذا بنرجع منفصلهم في عالم كتير ما بتعرف شو كان بصير بالفريق يعني. نعم. طب هون كوتش، يعني سؤال، الصداقة بطريقة الاحتفال يعني حسب المشاهد مش عم نحس كتير إنه كتير مبسوطين بالفوز، يمكن يعني الأسباب بركة تعودوا على الرباح أو هلأ تعودوا في أسباب أخرى؟ هلأ تعودوا أكيد ما تعودوا، لأنه نحن طموحنا أول ما يعني شو ما نشارك نعمل بطل، هيدا طموحنا. ورجعت مرة قلت لك هون نحن فريق كتير جوعان للربح على طول وتجميع كؤوس، لأنه في عندك عم بيتصرفوا تصرف رياضي بالأساس، يعني مش بس مع الكوتش هذه مش بس كؤوسة لنجمع كؤوسة، هي لا لنفس الوقت لنفرجي مستوى أخلاقي وفني، وهذا اللي بصير. نعم. يعني بدنا كتير مبسوطين لأنه كنا بنتمنى نكون عندنا ثلاث كؤوسة، هذه طبيعة اللعب يعني، عرفت كيف؟ مع العلم إنه هذا الكيس أنا قلت لهم هذا تعويض قبل للنادي هو للاعبين هن نفسهم يعني، وعلى لأنه بيستاهلوا. نعم. وبيستاهلوا أكثر كمان. خلينا نروح سريعا لحتى نحضر مشاهد من المباراة النهائية لكأس لبنان صداقة جيش يلي انتهت نتيجة 3-2 إذا منذكر. كوتش خلينا نعلق على المشاهد تبع هيدا الجيم، لاحظنا إنه كانت كلوز جيم، فيها فرص من الفريقين، مستوى فريق الجيش يعني كتير عم يتطور، كنا نقول دايما انه الجيش بس بيتمتع بلياقة بدنية عالية وهذا العنصر الأهم عنده، السنة لا عم نشوف تطوره خصوصا بعد يعني استقدام العدد كبير من لاعبينه إلى المنتخب وكوتش باكو أراوخو، عم نشوف عم يلعبوا فوتسال بشكل يعني جيد.
شو بتعلق على فريق الجيش؟ لا اكيد ان الجيش اول شيء اللي بيميزه عن بقيه الفرق غير عن اللي هو الالتزام، لانه لما تكون انت ضمن فريق الجيش وانت بنفس الوقت عنصر، يعني عندك التزام 1,000,000% وما فيك انت مفرغ لا تلعب رياضه وبس رياضه. نعم. لانه هيك اغلبيتهم يعني اذا مش الكل. بلس انه نحن اذا بدنا نربي لعيب نجرب نخصم له او شيء، هن لا تربيه اذا بدهم يتعاقبوا عندهم شيء اسمه حجز، عندهم شيء اسمه حبس، ما بعرف شو. فهيدي اكيد بتاثر و يمكن بتعطيهم اندفاع اكثر ليلعبوا، بتعطي بوش اكثر. بلس انه عم بيلعبوا فوتسال، اكيد عم بيلعبوا فوتسال، عم بيتدربوا مزبوط. اللاعبين اللي راحوا على المنتخب استفادوا كثير من المنتخب، من مشاركتهم، من اذا بدك احتكاكهم استفادوا كثير، وهن عم بيكونوا مثل ما بقولوا بيضة القبان بالفريق. هون شفنا هدف ل يعني حسن زيتون يلي يعني عم بيكون بالفتره الاخيره متالق جدا مع فريق الصداقه. يعني ما بعرف قد ايه كوتش حسين ديب عم بيعول على زيتون، علما انه بالمباريات اللي عم بيكون غايب فيها بسبب التوقيف او الاصابه، يعني فريق صدى عم بيعاني هجوميا. عم بيعاني هجوميا لانه نحن بالطريقه اللي بنلعب فيها دي ما بقى مخفيه، وهذه اللي ما رح تكون بقى موجوده، لانه نحن بنلعب من برا كثير، يعني ما بنلعب بيفوت ثابت بقلبه على اخر لعيب، لا، الفريق كله بيلعب من برا، عنده حلول بالشوط، عنده حلول بالباس على العرض الثاني، عنده حلول كثير يفوت يخرق من النص. نعم. بما انه هي السيستم اللي بتلعبه بدك حل اخر شيء حدا يشوط، ويشوط ويكون مركز ومثل ما بقولوا حافظ الجول، وهيدي اللي موجوده عند زيتون. نعم. تراجع اداء بعض اللاعبين ان كان بسبب الاصابه او ما بعرف اسباب اخرى، يعني بنذكر منهم الحارس ساركيس اللي بهيدي المباراه كان عم بيأدي اداء طيب، انما بالمباراه السابقه يعني كان في انتقادات عديده لساركو. صحيح. نعم. هلا اذا بتشوف نحن نادي صداقه، انا كل سنه بعمل الستاتستيك تبعي، يعني نحن مسجلين 252 جول السنة بين كاس وبطولة وسوبر، متلقى مرمينا 82 جول، وهيدي ما بعمرها صارت، يمكن يعني أكبر عدد من هيدي الأحلى. أكبر عدد من أول ما شاركنا بالبطولة. يعني في مشكلة على حراسة المرمى؟ في عنا مشكلة من اثنين، عنا مشكلة دفاعيا شوي، لأنه كثير كنا عم نندفع بمحلات ما عم بيصير فيه تغطية، هلا فيهم هول نحكيهم برياحة، لأنه هول برجع بقول لك ما رح يصير السنة الجاية. بلس في عنا مشكل عدم توفيق من حراس المرمى، يعني في محلات كانوا مفترض حراس المرمى يكون يشيلوا الفريق اكثر، ما كانت عم تصير. نعم. مثل كل اللاعبين ساكو بيمروا بمحلات، هو طارق يعني محلات بيكون فيها احسن من محلات، بس هذه ما لنا مشكل بهذا المباراه، اكيد فرجه ساكو عن حاله لانه مثل ما بقولوا كان شايل الفريق هو. صحيح. كمان يعني ما بعرف اذا نسال كوتش حسين، هل كان متوقع من بعض اللاعبين اداء افضل من ما قدموا خلال البطوله، خصوصا بالمباراه الصعبه والنهائيات؟ برجع بقول لك يعني انا اليوم بتوقع اكيد في ناس، في بعض اللاعبين نزل مستواهم، كل واحد عنده سببه، بس انا كمدرب ما بقعد فيه افهم اسباب وحلل، لا انا اذا بدنا نسمي يعني بعض اللاعبين ليه عم برجع كله له اسبابه، يعني اذا بدك تسالني عن مروان واحد منه، لانه كل العالم صارت شغلتهم مع العلم. مروان انا بالنسبه لي كمان خط احمر، يعني هو من اوائل العالم اللي بنركض منشان يضلوا بالفريق. نعم. لانه هاي السنه مروان كمان مسجل اكبر عدد معنا 52 جول، بيجي من وراء زيتون 45 جول، فهو هداف الفريق، هو احد اسباب كمان الفوز. مروان كلنا بنعرف صار عنده اصابه، وصار عنده اصابه كثير كبيره، لا يتعافى صار اخذ كورتيزون، زاد وزنه كمان بشكل كثير كبير. نعم يعني الاسباب صحيه وايضا هي بيور صحيه مش اكثر من. طيب اذا بدي اسالك كمان، يعني بعض اللاعبين يلي كانوا نجوم بفرقهم، مثلا علي حمصي يلي كان قائد فريق الندوه، قائد عم نحكي فنيا على ارض الملعب، منه هو ذاته حمصي يلي كنا نحضره من قبل وهلا عم نشوفه، برايك ليه تراجع؟ مزبوط، بس لانه هون احسن، انا هون احسن علي حمصي،
الدور اللي أداه والدور اللي اشتغلوا معنا، بلس الأهداف اللي سجلها اليوم من أكثر أهداف مسجلة يمكن عليه بكل يمكن مسيرته. قبل كان هو كان الفريق مركب عليه، هذا اللي منه موجود عندي أنا اليوم. حتى قائد الفريق ربيع أبو شعية، نعم رح نحكي عن هو ما في شيء، القيادة هي اللي موجودة بالملعب، بلس كمان هو له دور كبير يعني بالتعاطي مع اللاعبين، وهذا اللي مطلوب منه، هذا اللي بسويها بشكل كتير كامل. بس ما مطلوب منه انه هو يشيل الفريق، وهو لما يظهر الفريق ينزل، هذه ما مطلوبة منه ولا مطلوبة من حدا. واكبر دليل عم برجع بقول لك، مروان اخر فترات اكثر انسان، اكثر لاعب ما لعب معي، يعني من اكثر اللاعبين اللي ما كانوا موجودين بالملعب، بس هذا ما بيلغي دوره. وهو برجع بقول لك طلع الهداف، يعني ما اجوا من ولا شيء الجوال اللي اخذه. بما أنه عم نحكي عن كابتن ربيع أبو شعيع، كان ضيف بحلقة سابقة وسألته أيضا عن التنسيق بين كابتن ربيع وكوتش حسين، كان له رأي، خلينا اسمع رأيك اليوم. كون ربيع يعني خلينا نكون واضحين أنه ما أنه لاعب اعتيادي، خصوصا أنه هو بدرب من وراء الكواليس فريق الجيش، عنده خبرة كتير كبيرة، كان سبق له وكان بطل لبنان مع البروس كافي بأكثر من موسم. هل كوتش حسين ديب بلاقي صعوبة بالتعاطي مع كابتن ربيع، ولا بالعكس بيكون يمكن بلاس لفريق الصدع؟ الكل بيقول انه شو هلا، يعني هذا سؤال مطروح من شو هالعلاقة انه نعم. يعني ربيع بتعرف انت لعب راسين كان عنده مشاكل، لعب هومن كان عنده مشاكل، لانه لاعب مزبوط غير اعتيادي، واذا بدك واضح كتير، يعني ما عنده مواربة، ما انه دبلوماسي، هذه اللي انا عندي اياها. يمكن هذا اللي بصير، بصير أرجوين كتير أنا وياه، إنه لا هو ستريت، أنا ما فيك، يعني ما فيك اليوم من أحد شخصيات المدرب ما تكون على طول ديكتاتور، يعني ما فيك، عرفت كيف؟ بدك تكون بمحلين، حدا عم بشد، يمكن أنت شوي عم بتكون، بس أكيد ما نظهر عن الأنظمة، يعني الأنظمة اللي أنت حاططها ولا. فبرجع بقول لك ربيع على كل الفترة اللي هذا ما مفروض يكون صار مشكل ميجر معه، لا بالعكس، يعني تختلفوا أوقات، نختلف أكيد، نختلف أكيد، بس من هي اليوم في رأي بده يمشي، يعني في رأي بده يمشي. وأنا من العالم اللي حتى بالتمارين مرات بنكون عم نتمرن على خطة نتشارك فيها، وإذا لقيت الوجهة أنه لا هيك تنفيذها أحسن، لأنه بالنهاية أنت شو ما بتحط واللاعبين ما عم بينفذوا، يعني في شيء غلط، صحيح بدك تلاقي طريقة أو خطة تناسب لعيبتك ويكونوا فهمانين وعم بيقدوها، لأنه هن بالنهاية اللي حيقدوا، يعني تتشاركوا بالآراء، بس القرار الأخير بده يكون أكيد عن مين؟ لا أكيد عند الكوتش. طيب مشاهدينا خلينا نتوقف مع بريك ونرجع منتابع حديثنا مع كوتش فريق الصداقة الكوتش حسين ديفا.